وسط غابة جمهورية تشيك الواسعة وبين وديانها الساحرة وعلى بعد 60 كيلومترا من العاصمة براغ، يتموقع مركز الحماية هذا بقيادة مراد ورضا جزائريان. استطاع ولوج عالم سلاحة وأصبح قبلة لكل من تستهويه فنية إتقان أبجدية التعامل مع السلاح والحماية المقربة. هنا واش نديرون؟ عندنا كما يقولوا الحقل هذا تاع الرماية، المركز اللي متواجد هنايا، نديروا التدريبات للرجال الحماية المقربة، الشرطة كذلك. احنا ندربوا الناس، نجيبهم ادي جونا من كل عالم، تو بيان سور يعني جونا من دو بارتو، ساوث امريكا، جونا يو اس اي، يوروب، بزاف اي ça m'a fait un grand plaisir qui a arrêté monsieur Mourad, un Algérien qui m'a hna, tu vois. Et puis là je trouve que quand même il y a des Algériens qui font un certain travail quand même qui est assez pragmatique. المركز يتوفر على حقل الرماية وحتى مروحية هليكوبتر، ما جعلها مقصدا لرجال الشرطة أيضا. ونتعاملوا كذلك مع الشرطة الألمانية، البريطانيين كذلك، يعني يجوا من كل أنحاء العالم، ولكن احنا نتعاملوا كثير مع الألمان ومع البريطانيين. شكرا على هذه الفرصة ومنح المشاركة في الدورة، كانت تجربة خاصة لي، كان عالما مختلفا. لقد أعجبتني الأجواء وعمل الفريق وطريقة التكوين ومقاربتكم، كانت متعة بالمشاركة في هذه الدورة. مدة التكوين في المركز تختلف حسب المستوى والهدف المرجو. التكوين يقدر يكون يومين، أسابيع أو حتى أشهر. عالم السلاح الخطأ فيه غير مسموح، استطاع هذا الثنائي الجزائري ولوجه وصنع لنفسهما اسما مرموقا بتكوين يرتكز على الخبرة والكفاءة في مسار كانت نقطة انطلاقه من الجزائر. مسيرة بدأت بالجزائر، أنا اكتسبت الأساس والمبادئ، وأعتقد أن الأساس هو الأهم. ما أكذبش عليك، شرف لينا، شرف كبير كجزائريين مثل الجزائر في هذا المجال هذا. وكي تشوف التجاوب مع هذا الديبارتمنت هذا، يعني حاجة شرف، شرف الجزائر، شرفنا احنا اولا الجزائر ككل. واش نقول لك، خير الجزائر سبق، راني هنا ولا تحقني الجزائر في اي وقت اي ساعة راني هنا.